لمناقشة تطورات ثورة تشرين معنا في الاستوديو السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك يا أستاذ شاهو. تحياتي. ورحب أيضا عبر الهاتف الصحفي والإعلامي العراقي من فيينا الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد مرحبا بك. حياكم الله. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ شاهو، بداية، بشكل يومي يتساقط شهداء ثورة تشرين على يد القوات الحكومية والميليشيات، وهناك إصرار حكومي على الاستمرار بالقمع الدموي، بما تفسر ذلك؟ تحياتي لكم ولضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقيقة 340 شهيد إلى الآن و18 ألف جريح وإصابة، وهناك مصادر عن 5000 عاهة، يعني هناك أمراض مستمرة بسبب هذه الإصابات. هذه الأرقام تدل على وجود نية مستمرة للقتل والقمع والإبادة لعدة أسباب. أولا، العقلية السياسية إلى الآن للأحزاب الحاكمة والأحزاب التي شكلت الحكومة ورئيس الحكومة ليست عقلية تستطيع الاستجابة لمطالب المتظاهرين بقدر ما هي عقلية أمنية تريد إخماد التظاهرات بقوة. وخاصة يأتي هذا الأمر بعد، نحن رأينا نجاح الحكومة الإيرانية في قمع التظاهرات بعد أن حدثت أعمال شغب أيضا داخلية. هناك إرادة من قبل الأجهزة الحكومية لتوجيه المتظاهرين للعنف، يعني حتى يحدثوا ردة فعل من قبل المتظاهرين، وحتى يبرروا قمع المتظاهرين بحجة مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب. إلى الآن المظاهرات محافظة على سلميتها، إلى الآن لا نرى أي أعمال شغب من قبل المتظاهرين إلا من قبل العصابات والميليشيات التي تسميها الدولة الطرف الثالث بينما هي التي تدعمها. وبالتالي صبر الحكومة بدأ ينفذ، يعني يريدون أن يتخلصوا بسرعة أكبر من هذا العبء الذي يرونه عبئا على العملية السياسية وأيضا على الأحزاب التي تحكم، على الأحزاب التي رفعت شعار الديمقراطية طوال هذه السنوات ولكنها لم تحقق أي شيء، وتثبت غضب وسخط جماهيري كامل من كل الشرائح على هذه الحكومة. وبالتالي تريد أن بالتزامن مع وعودها وتعهداتها بتحسين المعيشة ومكافحة الفساد والفاسدين، إلا أن الآلة القمعية مستمرة في القتل، ورغم الوعود الحكومية بحماية المتظاهرين ورغم كلام المرجعية الدينية والرجال الدين بحماية المتظاهرين، إلا أن الآلة القمعية هي التي ومع ذلك تسود. ومع ذلك أستاذ شاهو، أتوجه في هذا السؤال للسيد زياد السنجري، مع ذلك الحكومة تنفي بالأمس مقتل أو قتل المتظاهرين، وفي سياقات أخرى في مناسبات أخرى سوغت عمليات القتل، يعني بين النفي وبين التسويغ. المشاهد الحقيقية التي رأيناها في الإعلام تتكلم عن حقائق ووقائع عنيدة للاعتداء على المتظاهرين حتى على الطواقم الطبية. مساء الخير وتحياتي لكم ولضيفكم. أهلا وسهلا. لا شك بأن الصور التي والفيديوهات التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تكذب التصريحات الحكومية، فالصورة تتحدث وهي خير دليل على وقوع شهداء وجرحى أثناء عمليات قمع المتظاهرين في بغداد. وكالة رويترز نشرت خبر كذبه المتحدث الرسمي بالحكومة رد المتظاهرين، ونشروا عن شهد أحد الشباب وإصابة آخرين. الأسوسييتد بريس أيضا نشرت عن وقوع ضحايا المتظاهرين. إذا نتحدث عن وكالات هي موجودة في العراق حتى قبل احتلال العراق لديها مكاتب، فهذه وكالات لا تستطيع أن تتلاعب بالأخبار لطرف معين، وهذه وكالات معروفة، لذلك ليست صدرت عن قناة معينة أو موقع أخباري مغمور. فبكل تأكيد الحكومة والمتحدث باسمها أصبح مصدر سخرية اليوم عندما يقول بأن عدد المتظاهرين في البصرة هو 125 شخص وكذا رقم في سلام المدينة الفلانية، وكأنه أحصاهم أو يستطيع أن يحصي الآلاف المؤلفة من العراقيين. نحن نشاهد صور بحجم مئات الألوف وربما ملايين أيضا في أيام الجمعة. إذن نتحدث عن ثورة حقيقية بكل مقوماتها، ولكن الحكومة تتجاهل هذا الأمر وتسوف هذا الأمر، واستخدمت أساليب ملتوية غير مقبولة لا أخلاقيا ولا منطقيا، عندما حجبت الأنترنت وعندما قللت من أعداد الضحايا، عندما تسوف وتتلاعب بالأرقام. ومع ذلك اليوم العالم أصبح
على دراية كاملة بالممارسات التي نعم في هذه النقطة. إذا سمحت لي أستاذ زياد السنجري أن أنتقل للأستاذ شاهو القرداغي، العالم أصبح على دراية كاملة بما يجري في العراق مثلما تحدث الأستاذ زياد، حجب الإنترنت، تصاعد اغتيال الناشطين وملاحقة الناشطين وهذا التكتيم الإعلامي، بالإضافة إلى أن زعماء قادة ميليشيات يتحدثون عن أن ما يجري من ما يسقط من شهداء وقتلى في ساحة التظاهرات هو تتحمل مسؤوليته واشنطن وتل أبيب ويقف وراءها أجندات وما إلى ذلك، مع أن القوات الأمنية الحكومية والميليشيات هي من تقوم بقتل المتظاهرين السلميين والعالم يتفرج. يعني نتساءل عن دور المجتمع الدولي أمام ما يجري في العراق، لماذا هذا السكوت؟ هل هو تواضع أم ماذا؟ بلا شك من بداية التظاهرات وقطع الأنترنت وأيضا قتل المتظاهرين بشكل عنف باستخدام العنف المفرط والذي اعترف به الحكومة، نرى أن التدخل الدولي أو الإعلام الدولي حتى كان متواطئا ولم يكن مبادرا لتغطية المشهد بشكل جيد وبشكل إيجابي، وبالتالي هناك إرادة دولية لبقاء عبد المهدي وحكومته على السلطة. إلى الآن لا يوجد، يعني على الرغم من السخط الشعبي على هذه الحكومة، ولكن يجب أن نعترف بأن هذه الحكومة ليست نتيجة لاختيار شعبي، يعني الانتخابات كانت مزورة وتلاعب بالنتائج، وبالتالي إرادات دولية وإقليمية اتفقت على جلب هذه الحكومة لترتيب المشهد وحماية مصالحها، وأيضا هذه الإرادة الدولية إلى الآن مقتنعة ببقاء عبد المهدي، يعني لا هناك تأكيد على بقاء عبد المهدي على الرغم من التأكيدات من بعض الحكومات، من بعض الحكومات الدولية وحكومات المنطقة من التأكيدات على حماية المتظاهرين أو دعم المتظاهرين، ولكن إلى الآن هناك إرادة دولية تحمي حكومة عبد المهدي وتؤيده في هذه الممارسات التي يرتكبها، وإلا الممارسات القمعية وقتل هذه الأعداد الكبيرة تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر الحكومة، لأنها فشلت أولا في حماية المتظاهرين، وثانيا إلى الآن منذ اليوم الأول لم ترد على الجواب، لم تعطي جواب منطقي على السؤال الرئيسي من يقتل المتظاهرين. يعني إلى الآن تريد بعض الأحيان تقول عصابات أطراف ثالثة، ولكنها هي المتهمة الرئيسية لأنها مسؤولة عن حماية المواطنين، ولكن الإرادة الدولية أو الجهات الدولية إلى الآن لا تريد إيجاد بديل لعادل عبد المهدي وتؤيد بقائه واستمرار حكومته. وأنا أتوقع أن هذه الحكومة بما أنها فشلت في تقديم الخدمات وفشلت في حماية السيادة وفشلت في تبرير وجودها شرعيا، إذا لا يبقيها إلا الدعم الخارجي الذي يريد بقائها، يعني لا يوجد أي مبرر داخلي يعني يساند بقاء حكومة عبد المهدي إلى الآن، بل الترتيب الخارجي ووجود أدوات القمع لدى الحكومة هي التي تؤيد بقائه. إلى أي مدى سيصمد ذلك أمام الزخم الشعبي وأمام ازدياد أعداد المتظاهرين وأمام امتلاء الساحات بالمعتصمين؟ هذا السؤال أحيله للأستاذ زياد. إلى أي مدى يمكن أن تصمد الحكومة والقوى السياسية الموجودة أمام حضور الجماهير وازدياد المشاركة وتوسعها في قطاعات وشرائح مهمة في المجتمع العراقي؟ لا زالت الحكومة رهينة التوجيهات التي تصدر من إيران، ولربما لديها بعض الأوراق، وهو ما قادم للأسف ينذر بسوء، خاصة وأن الحكومة تلعب على وتر جيوش إعلامية، وظفت فيديوهات مفبركة، وظفت أعلام لمثل جنس وهي مفبركة، وظفت متظاهر عراقي رافع العلم العراقي ويقتل متظاهر وكأنه مندس وهو غير ذلك، وتبين بعد تفكيك الصورة بأن هذه من نتائج عدم الاحترافية للجيوش الإعلامية التي تمتلكها الحكومة وأدواتها من الأحزاب والميليشيات. إذن الحكومة ستمتثل للإرادة الإيرانية وتنتظر ما يحدث الآن في إيران. هناك أوامر تقطع الإنترنت حدثت في العراق والآن موجودة في إيران، وطريقة قمع الثورة في إيران تشبه كثيرا طريقة القمع في العراق، هي حالة متماثلة، وكل الأحوال الإيرانيون والعراقيين ضاقوا ذرعا بنظام الملال الذي يحكم العراق وإيران. لذلك هذه الحكومة ليست صاحبة القرار باتخاذ أي موقف يمكن أن يمهد أو يصلح من الأمر.
علينا أن نتذكر جيدا أن الحكومة في مسألة مهمة جدا، أن المرجعية لا زالت تدعمها وتطالبها بالإصلاح. الموقف الأمريكي رغم عدم لقائه مع عادل عبد المجيد، ولكنهم يطالبونهم بالإصلاح، ينتظرون نهاية ما ستؤول إليه الأمور، ولكن أعتقد بأنها ستنتهي مع هذا التيار الكبير الشعبي العراقي الذي يقف الآن مع الثورة ومع العراق وفي ساحة الأحرار وبقية الساحات الأخرى. طيب، للتعليق أكثر أستاذ زياد اسمح لي أن أنتقل أستاذ شاهو القرداغي بشأن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لقاعدة عين الأسد في العراق دون المرور ببغداد، يعني ماذا يعني ذلك؟ كيف تقرأ دلالات توقيت هذه الزيارة والكيفية التي يعني كانت بها هذه الزيارة؟ إذا تحدثنا عن الكيفية، هذه ثاني زيارة لمسؤول عالي أمريكي بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفس الطريقة، دون المرور ببغداد. هذا يدل على عدم اعتراف بالحكومة الموجودة وعدم وضع احترام لهذه الحكومة أيضا، لأن هذه الأطراف ترى أن جنرال إيراني قاسم سليماني يصل ويجول في بغداد ويلتقي بالأطراف السياسية ويوجه المسلحين والعصابات لقتل المتظاهرين. يعني هل هو عدم اعتراف بالحكومة أم هو بالضبط عدم احترام؟ لأنه تفضلت قبل قليل بأن هناك إرادة دولية إقليمية لبقاء هذه الحكومة. عدم احترام هذه الحكومة وعدم الاعتبار لها، اعتبار لها، لأن هذه الدول من المؤكد أنها تدعم الحكومة لحفاظ على مصالحها وإبقاء هذا الوضع الموجود، ولكنها تنظر إلى هذه الحكومة ليست كحكومة مستقلة صاحبة سيادة وطنية ومن الواجب احترامها وأخذ إذنها لدخول البلاد وإلى آخره. نرى أنها لا، يعني لا تحسب أي حساب للحكومة العراقية في بغداد، وبالتالي عندما ترى التدخلات الموجودة من قبل إيران في العراق، العالم يرى كل شيء الآن، لا يمكن إخفاء هذا الأمر. على الرغم من تصريحات الحكومة العراقية وأيضا الأحزاب السياسية بأنهم حافظوا على العراق وحافظوا على السيادة، إلا أن العالم يرى كل شيء ويرى أن السيادة منتهكة من قبل إيران بالكامل، وبالتالي أيضا هم لا يعترفون بهذا الشيء. نعم، قبل أمريكا كذلك بلا شك. نعم، هم أيضا لا يعترفون بهذا الشيء ويدخلون البلاد ويحذرون من النفوذ الإيراني، لكن يعتبرون أن وجودهم شرعي ووجود إيران ليس شرعي. دعنا أتوقف هنا وأتحدث عن القلق الذي أبداه بينس من النفوذ الإيراني في العراق. هل يحمل هذا التصريح دلالات يمكن أن تقرأها فيه أستاذ زياد؟ بينس لم يأتي بشيء جديد، قبله بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وحتى كل الإشارات التي أتت من البيت الأبيض تؤكد على أن النفوذ الإيراني المستشري داخل العراق غير مقبول. ولكن ما هي الخطوات العملية التي قامت بها الولايات المتحدة؟ فهي تمسك العصا من الوسط، هي لا تريد إنهاء هذه العملية السياسية باعتبار أن الولايات المتحدة صرفت مبالغ هائلة وأعطت خسائر هائلة لبقاء هذه العملية السياسية، ولكنها بكل تأكيد نتائجها مخيبة للإدارة الأمريكية، خاصة مع انحياز الأطراف السياسية في العراق إلى اللوب الإيراني وإلى النظام الإيراني في طهران بشكل كامل. وذلك لربما بالأمس القريب شاهدنا اختيار الرئاسات الثلاث في العراق وكانت منحازة بشكل كامل للإرادة الإيرانية. إذن الولايات المتحدة ما زالت تنتظر ما الذي ستؤول إليه الأمور في داخل العراق، عندها لربما تتدخل بطريقة أو بأخرى، ولكن بكل التأكيد ليس على حساب إسقاط العملية السياسية، استبدال وجوه قوانين، ولكن التلاعب موجود من قبل الأمريكان. نعم أستاذ زياد، والاتفاق هذا مع الإيرانيين يخدم المصالح الأمريكية بطريقة أو بأخرى. نعم، اسمح لي ننتقل للأستاذ شاهو. ما حقيقة حديث بنس عن النفوذ الإيراني ووصفه لهذا النفوذ بأنه خبيث؟ ما يعني ما علاقة ذلك بما يجري على الأرض؟ البعض يرى أن هناك سياسة تخادم على أرض العراق ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن ما علاقة هذا الحديث بهذا الوصف؟ بلا شك حتى بعد تسريبات نيويورك تايمز البعض استغرب أن النفوذ الإيراني معروف عند الولايات المتحدة الأمريكية ولا يحتاج إلى وثائق وتسريبات بهذا الشكل. هذا بلا شك، هذه الزيارة في هذا الوقت وفي ظل هذه الأوضاع في العراق لا يمكن أن
نبعدها عن الواقع الجاري وأنها جزء من الأحداث والتطورات التي تجري على أرض الواقع، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك ترتيبات جديدة، وحديثه عن النفوذ الإيراني والنفوذ الإيراني الخبيث وأيضا ضرورة إبعاده كما تفضل الضيف الكريم، يجب أن نرى خطوات تلامس هذا الشيء، خطوات أمريكية لتحجيم النفوذ الإيراني. المهم بهذا الأمر يعني، وخصوصا نحن نمر بمرحلة تظاهرات وثورة ضد الحكومة، يعني هذه الزيارة الأمريكية هل ستجد بعض الأثر على ساحة التظاهر ويعني طريقة تعاطي الحكومة مع المتظاهرين أم لا؟ يعني كيف سيكون هناك الأثر؟ قراءة الحكومة كانت أن الزيارة زيارة عادية وهي تأكيد على العلاقات فيما بين الطرفين، ولكن أنا أتوقع أن يكون هناك ضغط على حكومة عدل عبد المهدي وخاصة في هذا التوقيت، لأن جميع الأطراف حتى الدولية أدركت أن الشعب لم يعد يريد النفوذ الإيراني، وبالتالي لا يريد استمرار هذا الوضع بل يريد تغيير. وهذه السؤال متى تتحرك تلك الأطراف وتلك القوى العالمية؟ شكرا لك أستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي لضيق الوقت، وشكرا أيضا للصحفي والإعلامي العراقي من فيينا زياد السنجري.